السلام عليكم اخواني اخواتي، اليوم غادي نشوفو كور جديد على في سلسله ديال سيكوريتي ريزو ولا في سيسينا ديال سيكوريتي. الوغ اليوم غادي نشوفو لي زاسيل اكسس ليست كون ابل اكسس ليست. الوغ لو بلان ديال نوتر كور سا سا كوم لو سويفون. نبداو النقطه الاولانيه اللي غادي نشوفو فيها علاش كنستعملو les ACL, pourquoi utilise-t-on les ACL. La deuxième point, on va entamer les types des ACL. Je n'ai pas les types des ACL, on va dire les ACL qui sont. On va regarder une chose, la logique des ACL, yani qui fait les ACL. Yani la tariqa de travail sur un routeur. On va entamer un travaux pratique concernant les ACL, un type d'ACL qui s'appelle ACL standard. Voilà, donc Adawa le plan de notre cours. Voilà, commençons maintenant par pourquoi utilise-t-on ACL. Alors, lorsqu'on s'arrête à une ACL, est un filtre qui sert à autoriser ou refuser l'accès au réseau. Alors la CL هو واحد الفلتر pour autoriser يعني باش نسمح ولا باش نرفوزي واحد لاكسين واحد الريزو. يعني هذا هو واحد الفلتر اللي ديك الفلتر باه عادي نوتوريزي لاكسين واحد الريزو اولا نرفوزي لاكسين واحد الريزو، حيت ما يمكنش نخلي الريزو ديالي كما يعني كل شيء كيبينغي على كل شيء او لا كل شيء عنده لاكسين كل شيء. دونك هادي ما يمكنش اكوز دو سيكوريتي خصنا نعملو بعض لي ريزو او لا بعض الاشخاص عندهم لوتوريزاسيون باش ياكسيديو لواحد الريزو وبعض الاشخاص او لا بعض لي ريزو عندهم ما عندهمش لوتوريزاسيون باش ياكسيديو لواحد الريزو او لواحد الرسوس او لا لواحد لا ماشين. دونك هذا هو علاش كنعملو اون ACL. الوغ لي ACL اسيغ لي تاش سويفونت. الوغ كيسكيل اسيغ لي تاش الوغ كيسكيل اسيغ لي ACL. الوغ اي ليميت لو ترافيك ريزو بور اكخواتر لي بيرفورمانس ريزو. يعني بحال اللي قلتكم دابا ما خصناش نخليو الريزو ديالنا كلشي كيتكومونيكا مع كلشي او لا كلشي عنده لاكسين كلشي. هادي ما يمكنش. دونك باش نزيد من لا بيرفورمانس ديال الريزو ديالي خصني ليميتي لو ترافيك. فوالا خصني ليميتي لو ترافيك لا خصني ليميتي لو ترافيك ديال الريزو ديالي. فوالا علاش دونك ولي ACL كيعملوا لنا هاد لو ترافاي هذا. Donc la deuxième point, il contrôle le flux de trafic. Donc il contrôle le flux de trafic, ça veut dire qu'un contrôle librement le flux d'ali. يعني واحد مثلا واحد واحد الشخص بغى مثلا يدخل او مثلا واحد واحد باكي ما جيلي من الانترنت. الوغ ما جيلي من الانترنت بغيتو ما يدخلش عندي الريزو لوكال ديالي. دونك لي ACL كنقدر نمنع هاد الدخول ديال هاد الباكي هذا. دونك il contrôle le flux de trafic. Il fournit un niveau de sécurité de base pour l'accès au réseau. دونك ملي كنهضروا على لي ACL راه حنا كنهضروا على لا سيكوريتي. دونك لا سيكوريتي هي الاولانيه اللي خص تاخذ بعين الاعتبار في لي ريزو، يعني في لا كونسيبسيون ديال لي ريزو. ولي ACL كيعملوا لي لا سيكوريتي، يعني il fournit un niveau de sécurité كيعطيو واحد ان نيفو دو سيكوريتي دو باز من الريزو ديالي. فوالا il filtre les hôtes pour autoriser ou refuser l'accès au service sur le réseau. مثلا عندي في الريزو ديالي بزاف ديال لي سيرفيس. مثلا عندي لو سيرفيس FTP باغ اكزومبل، كنقدر نفلتري لي زوت اللي عاد يقدروا لي اوتوريزيهم باش يستافدوا من هذا لو سيرفيس
اولا وفيزيون باش يستافدوا من هاد لي سيرفيس فوالا دونك il filtre les autres pour autoriser ou refuser l'accès aux services sur le réseau. On a les services بزاف, on a FTP, on a HTTP, on a بزاف ديال لي سيرفيس. دونك انا بلي زاسيل كنقدر نمنع الاشخاص او لي ريزو توتال باغ اكزومبل توتال ريزو نمنعهم او اوتوريزيهم باش يدخلوا او باش يستافدوا من داك لو من داك لو لو سيرفيس اللي عندي في الريزو ديالي. فوالا دابا الانواع ديال لي زاسيل. الوغ الانواع ديال لي زاسيل عندنا اون جينيرال عندنا جوج ديال الانواع ديال لي زاسيل. عندنا لي زاسيل ستاندار اللي هما كي عندهم لي نيميرو ولا عندهم ان كاتيجوري دي دو دي نيميرو اللي كيبدا من 1999 ومن 1300 ل 1999. دونك ملي كتكريتينا ان سيل اللي الرقم ديالها من 1999 ولا من 1300 1999 كتكون داك كتكون داك لا سيل ستاندار. فوالا كتكون ستاندار. هاد لا سيل ستاندار كتستعمل لا سورس اي بي ولا الاي بي سورس هو اللي كتستعملو في الفلتراج ديالها. يعني كتبازا في الفلتراج ديالها على الاي بي سورس. يعني كتخدم بحال واحد مثلا واحد عندنا مثلا باغ اكزومبل واحد الحفله باغ اكزومبل ولا واحد الناس معروضين باغ اكزومبل وكنعملوا واحد ل ل ل ل واحد ل واحد كارد كور في الباب ولا سيكوريتي كنقولوا له باغ اكزومبل اللي عنده باغ اكزومبل ماجي من هاد الجهه مثلا ماجي من هاد الجهه الفلانيه يعني السورس ديالو ماجي من هاد البلاصه باغ اكزومبل يدخل واللي ماجي من شي بلاصه اخرى ما يدخلش. فوالا دونك كتبازا على لا سورس اي بي. فوالا لا سورس اي بي. فوالا دونك هادي هي سكون ابل لا ليست تاكسي ستاندار. النوع الثاني هو اكسيس ليست ايتوندي او لا لي زاسيل ايتوندي واللي هما لي نيميرو ديال الكاتيجوري ديال النيميرو ديالهم كيبداو من 100 حتى 199 ومن 2000 حتى 2600. فوالا وهاد لي زاسيل ايتوندي الوغ هاد لي زاسيل ايتوندي كيستعملوا في الفلتراج ديالهم كيستعملوا لي سورس لادريس اي بي سورس ولادريس اي بي ديستيناسيون يعني جوج. يعني كتفيل ملي كتجي لا سيل ستاندار تفلتري لو باكي كتشوف الاي بي سورس والاي بي ديستيناسيون وكتشوف لو بور سورس اي لو بور ديستيناسيون كتشوف لو بور سورس اي لو بور اي لو بور ديستيناسيون يعني لو بور يعني النيميرو دو بور واش النيميرو دو بور اتش تي تي بي اللي هو 80 باغ اكزومبل او لا دوتر نيميرو دو بور. فوالا اي بي لو بور سورس اي لو بور ديستيناسيون وكتشوف لي زوتر بروتوكول باغ اكزومبل كتفلتري على حساب لي بروتوكول. فوالا على حساب مثلا واش بغيت نقطع باغ اكزومبل اتش تي تي بي ولا بغيت نوتوريزي لي سي ام بي او لا بغيت نوتوريزي الاف تي بي ولا بغيت نقطع الاف تي بي. دونك على حساب لو بروتوكول اللي بغيت نبازي لو فلتراج ديال هاد لا سي ال ستاندار عليه. فوالا تري بيان. دابا نشوفوا عفاكم كيفاش هادي كيفاش كتخدم كيفاش اولا لو لوجيك ديال هاد لو لوجيك ديال لي زاسيل كيفاش كيخدم. فوالا دابا سيبوزون ان روتور مثلا انا دو روتور كونيكتي افيك ان كابل سيريال جا واحد لو باكي باغ اكزومبل ان ار ان من هاد الانترفاس هنايا. الوغ جا من هاد الانترفاس الوغ ملي جا من هاد الانترفاس الوغ شنو غادي يوقع غادي يمشي لا طابل دو روتاج. دونك لو روتور غادي يمشي لا طابل دو روتاج وغادي يشوف الاي بي ديستيناسيون ديالو. غادي يشوف الاي بي ديستيناسيون. ركزوا معايا مزيان عفاكم هنايا باش تعرفوا كيفاش كيخدمها كيفاش كتخدم كيفاش كيخدموا لي زاسيل. دونك ملي كيجي ان باكي ان باكي من هاد الانترفاس باغ اكزومبل ولا من اوتر انترفاس كي
الروتر شنو كيعمل؟ اول حاجه كيمشي يشوف الاي بي ديستيناسيون ديالو و كيمشي يكونتاكتي لا طابل دو روتاج ديالو كيشوف داك الاي بي ديستيناسيون اللي ماشي ليها هاد لو باكي واش عنده في لا طابل دو روتاج. فوالا كي فيريفي لا طابل دو روتاج. اذا جبار لا طابل دو روتاج اذا جبار داك الاي بي ديستيناسيون عنده واحد لو شيما في لا طابل دو روتاج، الوغ شنو كيعمل؟ كيسرد هاد لو باكي لو بور دو سورتي، لو بور دو سورتي ولا لادريس اي بي دو سورتي. مثلا في هاد الحاله هادي غادي تكون من هنايا، فوالا هي هادي غادي تكون هنايا في هاد الوغ نعملو بانت باش نعرف باش نشرح لكم مزيان. فوالا دونك فوالا الوغ كيجي من هنا عرفاكم. دونك ملي كيجبر الاي بي كيجبر الاي بي ديستيناسيون عنده في لا طابل دو روتاج، يعني عنده واحد لو شيما في لا طابل دو روتاج، كيسردو لو بور دو سورتي اللي غادي يكون هو هذا، اللي غادي يكون هو هاد لو بور هذا. فوالا الوغ ملي كيسردو هاد لو بور هذا، اذا كانت عندي في هاد اغ دو، اذا كان عندي اون سي ال، كيوقع لو فيلتراج. فوالا اذا كان عندي كونفيغوريت لا سي ال في هاد الار 2 كيوقع لو فيلتراج دي باكي. فوالا مثلا سيبوزون عندي عندي واحد لا سي ال هنا في هاد ار 2، عندي واحد لا سي ال باغ اكزومبل، لا سي ال عندها نيميرو 30، الوغ كات الرول ديالها عندها بون عندنا دو رول في لي سي ال، عندنا يا اما بيرميت او لا ديناي. شنو هي بيرميت؟ بيرميت هي اوتوريزي، او ديناي هي ريفوزي. داكوغ دونك عندنا واحد لاكسيس ليس ولا واحد لا سي ال نيميرو ديالها اللي هي 30، كات بيرميتي مثلا ريزو 10 10 1 2، كات بيرميتي. فوالا ونفس لا سي ال كتغفوزي لادريس 10 1 1 0 افيك الماسك جينيريك اللي هو ديالها 0 0 0 255، يعني توت هاد لو ريزو هادا. الوغ في هاد الحالة وعندنا اكسبليسيتمون كتدخل واحد واحد لا سيل اللي هي كتكون بار ديفو اللي هي ديناي اول، يعني deux autres trafics kit refusé wana deny al, yani kaspermite had le réseau ou kasrefuse had le réseau ou jamais les autres réseaux li kaynin akhrin fi réseau kat deny al, yani kasrefuse. Voilà. دابا قلنا يوصل داك لو باكي هنايا هاد لو بور هذا اللي هو لو بور دو سورتي، ملي كيوصل هنايا كيشوف الوغ كيمشي للولانية هنايا، الوغ الولانية هي هادي، دونك الولانية هي هادي، الوغ كيمشي يشوف هاد لاكسيس لي لاكسيس ليس هادي باغ اكزومبل. شنو عندو؟ عندو هنايا بيرميت. اذا كان داك لو باكي يعني داك لو شومان داخل في هاد لو ريزو هذا، شنو غادي يعمل؟ عادي بيرميته. فوالا عادي بيرميته. اذا كان داخل في هاد لو ريزو الوغ دابا عادي دوز، دابا في هاد الحاله مثلا لي بيرمي، دونك عادي دوز داك لو ريزو. جبرو ما كاينش يعني في هاد دوك لو باكي ما كيدخلش في هاد لو ريزو هذا، يعني 10 10 1 2. الوغ شنو غادي يعمل؟ غادي يدوز لاكسيس ليست ثانية، يعني ستار ثاني هنايا. شنو غادي يشوف؟ غادي يشوف 10، غادي يشوف داك لو ريزو اللي عندنا تما، داك لو باكي واش لادريس اي بي ديستيناسيون ديالو واش كتنتمي من هاد لو ريزو هذا. الوغ غادي جبرها باغ اكزومبل كينتمي، ولا جبرها كينتمي من هاد لو ريزو هذا، غادي غفيزي يعني عندها ديناي، غادي ريفيزي. سينو ما جبرهاش كتنتمي من هاد لو ريزو هذا، كيدوز للستار الثالث. فوالا دوك كيدوز للستار الثالث. اذا جبرها كتنتمي من هاد لو ريزو هذا اللي عندنا في ستار الثالث، كتنتمي من هاد لو ريزو هذا، شنو كيعمل لها؟ كيعمل لها ديناي، كيرفيزيها. فوالا
دونك كيمشي ستار بستار او لا سكون ابل يعني فوالا ستار بستار باش كيفلتري لي كيفلتري هاد لو باكي فوالا دونك هاد الشيء اللي كاين عفاكم في لا لوجيك ديال لي ريزو وان شاء الله مع نزيدو عفاكم نعملو لي كور فهاد لي زاسيل وعادي تفهمو مزيان لي زاسيل فوالا دونك دابا غندوزو عفاكم ان طرافو براتيك دونك ان طرافو براتيك اللي هو عندكم لو سويفو عندنا واحد لو ريزو عندنا واحد لو ريزو هنايا اللي مكونه من 1 2 3 ريزو لوكو هنا عندنا ان ريزو ديال لي سيرفر ان ريزو دي سيرفر عندنا لو سيرفر HTTP عندنا لو سيرفر FTP عندنا لو سيرفر DNS وهنا عندنا بون لي زورديناتور فوالا دونك اول تيب اللي غادي نعملو هو créer une ACL qui permet au réseau 192.168.0 de communiquer avec le réseau 192.168.0 et qui bloque tous autres trafics. Voilà. Yani, on crée une ACL يعدس اوتوريزي لنا الوغ كي بيرمي او ريزو د 192.168.0 كيبيرمي هاد لو ريزو هذا باش تكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا وكتبلوكي لي تو زوتر ترافيك دونك باش نعملو هاد العمليه هادي اول حاجه دونك غادي نخدموها هادي ب لي زاسيل ستوندار ما غادي نخدموهاش بلي زاسيل ايتوندي دونك غادي نخدموها بلي زاسيل ستوندار ولي زاسيل ستوندار ديما كتكون بخي دو de destination donc à des remontables les ACL standard voilà là enfin comme les ACL standard qu'est-ce qu'on près de la source et voilà près de la source alors à d'une jeune had le routeur R3 ou à d'une tout pour confier à la ACL voilà دونك غادي ندخلو لهاد الكرو ان هاد الروتور ار 3 غادي نعملو انابل كونف تي ونجيو غادي نكريو اون اسيل اكسس ليس مثلا نسميوها واحد يعني لما ما عطيناها واحد سافو دير سي سي ادريس ستاندار وغادي نعملو Alors voilà, je vais vous dire qu'on a une ACL qui permet au réseau 192.168.0 de communiquer avec le réseau 192.168.0. Voilà, donc permettre le réseau 192.168.0 le réseau 192.168.0 هنا كنعطيو لي ماسك جينيريك يعني شحال ديال لي زيكيبمون شحال ديال الناس اللي في هذا الريزو هذا اللي غادي يتبيرميتاو فوالا اللي غادي يتبيرميتاو دونك غادي نعطيو لو ريزو كامل الى جينا نشوفو هنايا لو ماسك جينيريك عندنا هنايا دونك سلاش 26 دونك الماسك جينيريك ديالنا غادي يكون هو 0.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 
وغادي نعمل اكسس ليست واحد نفس ديما نفس الادريس ندير نفس الاكسس ليست وغادي نعمل ديناي ديناي اني صافي دير بلوكي تو فوتر ترافيك اني
مزيان. دابا خصنا نطبقوا هاد هاد لاسيل. الوغ دابا كلينا لاسيل. دابا الى عملنا اكزيت هنايا وشفنا لاسيل، عملنا الشاو شاو اسيل او الاكسيس ليست، كنجبرو غتكريات واحد لاسيل سميتها واحد، واللي كتبيرميتي لي كتبيرميتي هاد لو ريزو هذا باش يتكومونيكا، وكتغفيزي تو زوطر ترافيك. صافي فوالا. دونك احنا كرينا دابا لاسيل، دابا خصنا نمشيو نطبقو هاد لاسيل. الوغ باش غادي نطبقو هاد لاسيل كندخلو للانترفاس. الوغ الانترفاس الانترفاس هذا هو الانترفاس جيجا ايترنت 00. دونك انترفاس جيجا ايترنت 00. نت 0 الوغ 0 0 0 0 انترفا 0 0 0 اونتري. وكان غادي نطبقو هنايا هاد لاسيل. الوغ كنعملو اي بي اكسس اكسس جروب، وكنعملو النيميرو ديال لاسيل دونك واحد. وهنا فين غادي نطبقوه؟ واش عادي نعملو هنا لو باكي؟ دابا ملي عادي يجي تفلترا لو باكي، واش يعني في الان او لا في الاوت؟ دونك هنا كتلاحظوا كيفاش عندنا في الاوت، عندنا في الخرجة ديال لو روتور، يعني في الخرجة دونك اوت. دونك عندنا حنا جوج، يا اما كتعمل ان او لا اوت. دونك هنا في الخرجة دونك سافي دير اوت اونتري اكسيت. الوغ قبل كان ريزو كلشي كيبينغي على كلشي كيما قلنا ياك. الوغ لو ريزو هنايا كان قبل ما نعملو هاد لاسيل، هاد لو ريزو هذا كان كيتكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا، وهذا كيتكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا. دابا شنو عملنا؟ عملنا ملي عملنا هاد لاسيل قلنا هاد لو ريزو هذا بوحدو اللي غادي يتكومونيكا مع هاد لو ريزو، و تو زوطر ترافيك إلي غوفيزي. دونك غادي نجربو عفاكم بينغ من هنا. من هنا راه فايلد، يعني من هنا من هاد لو ريزو إلي فايلد، ولكن من هنا من هنا ساكسيسفل. هنايا واخا كنعملو كنعاودو نصيفطو البينك كتبقى فايلت. الوغ اذا احنا وصلنا للمبتغى ديالنا اللي هو قطعنا اوتوريزينا ولا فوالا بيرميتينا لو ريزو 192.168.1.0.2 دو كومونيكي افيك لو ريزو 192.168.1.64 و بلوكينا تو زوطر ترافيك. فوالا. دونك هذا هو الكور ديال اليوم، ونتلاقاو ان شاء الله في لي زوطر في لا كونتينياسيون ان شاء الله.